والآن مع أخبار الطقس. مرة ثالثة وأخيرة نعود فيها إلى فاطمة خليل، تفضل. شكرا إلهام، شكرا هبة، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على قارة كبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33 صغرى 25، اسكندرية 31 23، مطروح 30 24، بورسعيد 31-25، إسماعيلية 34-23 وجوها حار. بالنسبة للسويس 33-24، العريش 32-24، طابة 37-25، شرم الشيخ 41-29، الغردقة 38-28 وجوها الشديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 41-26، أسوان 43-28، الوادي الجديد 40-24، شلاتين 40-30، حلايب 34-28 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.